مساء الخير عليكم، نتمنى تكونوا بخير وإلى خير والأمور ديالكم غادية في أحسن الأحوال. هذا الفيديو هذا قررنا نحطوه ونشاركوه معكم على واحد السيارة اللي بان لي أنا شخصيا قادة في طريق زوينة، وتنتمنى أنها تدخل أو النسخة هذه بالذات اللي غادي نهضروا عليها تدخل للسوق المغربية في القريب العاجل. السيارة اللي حافظات على واحد الثمن اللي مزيان من حيث التسويق ديالها، وما كتنافسها حتى شي سياره تقريبا حاليا. كاينين بعض السيارات اللي قريبه ليها في الثمن ولكن كتبقى هي الرقم واحد. غادي نهضروا على ستيب واي 2020، واول مره كنظن بان قناه مغربيه غادي تهضر على هذه النسخه هذه. بعد الابحاث اللي درنا ما لقينا حتى شي واحد هضر عليها، الور كوبانو التصاور ديالها في هاد الشهور الاخيرين، هذه واحد الشهرين تقريبا. الفيديو ما غاديش يكون طويل بزاف، غنهضروا على هذه السياره هذه بشكل مختصر، غنتقاسموا معكم بعض المعلومات اللي كنعرفوها على هذه السياره هذه انطلاقا من لي تيست درايف اللي داروا فيها، ولا لي تيست اللي داروا على هذه السياره هذه قبل ما يبدا التسويق ديالها اولا قبل ما يتم العرض ديالها في الصالونات العالميه ديال السيارات. الا كنتي اول مره كتشوفنا شرفنا، تابونا معنا في القناه وما تنساوش تفعلوا زر الجرس. ندوزو مباشره للفيديو ديالنا. هاد السيارة اللي غادي يتم التسويق ديالها ابتداء من بداية ديال سنة 2020، من بعد ما تم التسويق ديال الداستر في الجيل الثاني ديالها واللي سبق لينا ودرنا ليها واحد المراجعة مفصلة، الفيديو ما قبل الأخير دونك ما قبل من هذا، اللي بغى يرجع ليه راه هو كاين. المصنع الروماني تيزعم يخرج بنسخة جديدة للسيارة السانديرو واللي غادا تعتبر الأخت ديال الكليو اللي في الجيل الخامس ديالها. هاد الجيل الثالث غادي يكون مغاير 100% مع الجيل السابق ديال السانديرو او الستيب واي. كذلك نسخه غادا تدخل ببلاتفورم شبيهه باللي تخدمات بها الكليو كيف ما قلنا الجيل الخامس، والرونو كابتشور الجديده واللي كتسمى سي ام اف بي. هاد البلاتفورم هادي كتهتم بالتقليل ديال الانبعاثات ديال ثاني اكسيد الكربون، وكتعزز الامكانيات ديال السياره، وكتوفر نسخ اقوى من حيث المواد اللي كتخدم بها هاد السياره هذه. الا خدينا بعين الاعتبار المميزات التقنيه ديال هاد السياره هذه، غادي نلقاو بلي هاد البلاتفورم هذه كتلعب اكثر على التوفير ديال السيارات لشركه الرونو اللي كتكون التكلفه ديالها رخيصه، ولكن حاولت تخلي هاد النسخه ديال سانديرو تكون شبيهه بزاف من الكليو 5 من حيث التصميم ديالها. بالنسبه للجوده الداخليه ديال المقصوره، حاولت هاد الاخيره هذه تحافظ على نفس الطريقة اللي تخدمت بها الداستر اللي في الجيل الثاني، وكيف ما الناس اللي تفرجوا في الفيديو ديال الداستر كان اختلاف كبير بين الداستر في الجيل الثاني مع الداستر اللي في الجيل الأول، سيرتو من حيث المواد اللي هما تستعملوا بالنسبة للداستر الجديدة. بالنسبة للموتوريزاسيون ديال هذه السيارة، فغادي تكون متوفرة بمحركات اللي تم التطوير ديالهم من قبل شركة الرونو، واللي تم التحسين ديالهم من حيث استهلاك الوقود والتقليل ديال الانبعاثات كيف ما قلنا قبيله. غادي توفر هاد السياره اولا غادي توفر عفوا هاد السياره هذه بمحرك من سعه 1 لتر اس سي او بقوه ديال 75 حصان. كاين محرك اخر حتى هو في ليسونس من سعه 1 لتر تي سي او كيولد قوه ديال 100 حصان، شويه قوي. محرك من صنف 1.5 اللي غادي تسمى البلو دي سي اي كيولد قوه ديال 85 حصان. هادو بالنسبه للسانديرو. بالنسبه للستيب واي هاد الاخيره غادي توفر بنسخ اقوى من الفئه ديال السانديرو، غتكون متوفره ب 1.3 لتر تي سي او 130 شوفو بالنسبه لليسونس، وعلى حساب الرونو غتكون نسخه ايبريد قويه كتبلغ القوه ديال المحرك ديالو 140 حصان، ومحرك من سعه 1.6 او تيك. ولكن هاد النسخه هذه ديال الايبريد مازال ما غيتم الانتاج ديالها والتسويق ديالها في سنه 2020، ومازال ما اعلنتش شركه الرونو على تاريخ الانتاج والتسويق ديال هاد السياره هذه. بالنسبه لهاد النسخ اللي غادي يكونوا متوفرين بناقل حركه يدوي من 5 ديال السرعات، وهذه اضافه جديده بالنسبه للمحركات ديال العزم العالي، لحقاش غادي توفروا كذلك بدي بواطا فيتاس اوتوماتيك او ناقل حركه اوتوماتيك بالنسبه للمحركات ذات العزم الاقوى واللي كتوصل القوه ديال الاحصنه ديالهم 130 حصان فما فوق. كيف ما قلنا غادي توفروا بناقل حركه اوتوماتيكي من 7 ديال السرعات. بالنسبه للتسويق ديال هذه السياره هذه غادي يبدا من اكتوبر 2020،
وغادي تكون معها سانوس خالوغان بنفس المميزات ديالها. دونك الاختلاف اللي كاين كيبقى غير من حيث الشكل. الشيء اللي خرجت به الشركه ان هذه السياره ما غاديش تبقى محافظه على نفس الثمن اللي كاين حاليا في الاسواق العربيه والاوروبيه. ما كنكروش بان في اوروبا الشركه كيتم الانتاج ديالها والتسويق ديالها بتكلفه اللي هي رخيصه على المغرب وعلى الدول العربيه عامه، ولكن كتبقى في المغرب هي الرقم واحد من حيث الثمن وجوده متوسطه، نقدروا نقولوا مقبوله مقارنه مع سيارات اخرى. الناس عندها محبين وعندها ناس اللي ما كيبغيوهاش وكيخافوا من هذه السياره هذه. دونك حنا ما غاديش ندخلوا في التفاصيل هادو، نتوما عندكم بيان سور الصلاحيه تقولوا تعطيوا الاراء ديالكم. الشكل الخارجي والداخلي ديال هذه السياره تبدلوا بزاف كيف ما كتشوفوا. الاختلاف الكبير اللي باين في النسخه هذه هما لي فروج اريير اللي تبدلوا ولاو شويه طوال، دونك طوال الحجم ديالهم وتجبدوا من الجهه ديال الكوفر. كذلك الاضواء الاماميه كبروا شي شويه. لي بواني ديال البيبان ديال هذه السياره تبدلوا كذلك، ما بقاوش دوك لي بواني اللي كانوا قدام واللي كانوا شي شويه صراحه متجاوزين، كانوا كما كنقولوا بلديين شي شويه، دونك تبدلوا بوحدين اكثر عصرانه. سيستم نافيغاسيون ديالها تبدل كذلك. الشكل كنظن باللي لعبات عليه الرونو في هذه النسخه هذه بطريقه اللي هي جيده وكتتماشى مع المتطلبات اللي كاينه دابا، وباش تقدر حتى هي تنافس بزاف ديال الفئات اللي قرابين لهذه السياره هذه من حيث الثمن ومن حيث المميزات. دونك كنظن بان هذه النسخه هذه نقدروا نقولوا بانها تفرع على شركه الرونو بالنسبه للنسخ لوغان ستيب واي والسانديرو، وغادي تكون اضافه اللي هي قويه وإلا خرجت بها هذه الشركه هذه. مازال ما علنوش على فوقاش غادي يتم التسويق ديالها في الدول العربيه. دونك حاليا الانتاج ديالها والتسويق ديالها غادي يتم في اوروبا كيف ما قلنا في اكتوبر 2020، ونتمنوا تدخل المغرب في القريب العاجل، ديك الساعه يمكننا نديروا عليها شي مراجعه مفصله ان شاء الله. اعلان ديال الاعلان الرسمي ديال هذه السيارات هذه ديال داسيا لوغان والسانديرو ستيب واي غادي يكون في صالون جنيف في بدايه شهر مارس 2020 حتى يتم الكشف ديالهم النهائي، ونتمنوا تحافظ على الثمن ديالها وتالا كان شي شويه كبير، دونك نتمنوا ما يكونش طالع بزاف ويشجع الناس على الاقتناء ديال هذه السياره هذه بالنسبه للناس اللي كيبغيو الاقتصاد والثمن يكون شي شويه مناسب. فوالا قبل ما نساليو الفيديو الاخوان كنبغي غير نشير لواحد النقطه، كيوصلوا بعض لي كومونتير اللي صراحه كيخدشوا بزاف. ما كنهضرش على دي كومونتير كيوصلونا حنا شخصيا، ولكن بارفوا كاينين الناس كيخليو دي كومونتير وكيجيو ناس واحد اخرين تيسبوهم. غير بين قوسين دوك لي كومونتير راهم كيتمسحوا اوتوماتيكمون. الناس اللي باغيين يدخلوا يسبوا هاد القناه هذه ماشي ديال السبان، فيها ناس اللي هما نقيين وتقريبا كنعرفوهم بقوه اللي كيكومونطيو بزاف وبقوه اللي حاضرين ديما وكيعطيو الاراء ديالهم والملاحظات ديالهم اللي مزيانه وكذلك الانتقادات ديالهم اللي بناءه كنعرفوهم. وكيف ما قلت هذه القناه هذه ماشي ديال داكشي. الناس اللي باغيين يدخلوا يسبوا ويعايروا يمكن لهم يشوفوا جهه اخرى، حنا ما يهموناش عدد المشاهدات تكون طالعه، حنا بغينا نكونوا عائله تكون مزيانه نتقاسموا فيها معلومات ونبارطاجيو فيها دي زانفورماسيون اللي حنا كنعرفوهم. وكيف ما كنقول ديما حنا كنحاولوا نفيدوكم بداكشي اللي كنعرفوا وبداكشي اللي كنقلبوا عليه وكنستافدوا منكم كذلك. شحال من واحد كيعطينا معلومات اللي مزيانه وكيكونوا عليها فيديوهات مزيانين وكنقادوا بها وكنصلحوا بها شحال من حاجه، فكيبقى هذا الشيء هذا مزيان. دونك ما نزيدش نطول عليكم اكثر من هكا، كانت هذه غير ملاحظه بين قوسين. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مراجعه جديده، وغادي يكونوا جوج ديال الاختيارات ان شاء الله بالنسبه للفيديو القادم واللي غادي يكون عباره عن مراجعه ديال واحد جوج السيارات غادي تلقاوهم في المنتدى. حاولوا تفوتيو على السياره اللي بغيتوها في المراجعه باش يمكن لينا نخصوا ليها حلقه متكامله. نخليكم على خير، تهلاو في راسكم، الله يعاونكم.